أول ما رحت حي الزبالين حسيت إني في عالم تاني، وأول ما جي على تفكيري إن أكيد الناس اللي عايشة في مكان زي ده لازم تكون متأثرة نفسياً جداً، لأن الريحة في حد ذاتها في المكان ده لازم تسبب ليهم عصبية وقلق نفسي من غير ما يحسوا. بس كان الهدف بتاعي إني أعرف أوصل للسبب الحقيقي اللي مضايقهم ودعمهم نفسياً. واستقبلني نقيبهم المعلم شحاتة المقدس فسألته: مجتمع مزعلكم في ايه؟ يعني احنا بنخدم البلد وبنعتبر ان عملية جمع ونقل وإعادة تدوير الكمامة ده عمل وطني من اجل ان تبقى مصر نظيفة في عيون الاخرين، ولكن للأسف بعض الناس يعني او بعض اللي عندهم سلبيات، يعني على سبيل المثال ببقى ماشي بعربيتي الخاصة ولاقي واحد زن على واحد فالتاني طلع راسه من الشباك وقول له يا زبالة حقير، يعني حاجة بيجرح شعوري أنا كراجل. مع العلم إن لا يوجد في قاموس اللغة العربية حاجة اسمها زبال، يعني نحن المنظفون والزبال الحقيقي. أكتر لقب بتحبه إيه؟ والله أنا لن أسخر من عملي بل أفتخر، ولكن يعني المنظف أو عامل النظافة حلو، بس إنما الزبال الحقيقي هو من يزبل بلده أو من يصنع الكمامة. صح. كان لازم أحط إيدي على أكتر مشهد معلق في ذهنه من الطفولة فسألته سؤال عام، وكنت واثقة إن الإجابة هيكون ليها مغزى مهم عندي في التحليل النفسي. تفتكر نفسك وأنت صغير؟ ده أنا جداً، وكنت أستنى يوم الجمعة ده بفارغ الصبر وأنا في المدرسة عشان إيه؟ أطلع أساعد والدي ولم الزبالة، حتى يعني تعرضت الموقف تبخبط على باب كده الزبالة الساعة 6 الصبح، فتح لي الباب زميلي في الفصل اسمه طارق كان قاعد جنبي في نفس الوقت وراح المدرسة الصبح فضحني وقال لهم ده زبال وما اعرفش ايه، بس انا كان عندي ثقة وعارف ان العمل شرف والعمل واجب والعمل عبادة ولن اسخر بل انا بفتخر. يعني لما قال كده للناس حصل قال للطلبة في المدرسة بقى يعني قولوا زبالة، ومع العلم ان انا كنت شاطر جدا وكنت شيك جدا لهم الطلبة يشاوروا عليك يقولوا كده على الزبالة، وجي مدير المدرسة كان راجل فاضل وخلاني رئيس الشرطة المدرسية وخلاني حي العلم وقال لهم ده نموذج للطالب المصري الجدع الشجاع اللي بيساعد والده. هو حضرتك المهنة دي بتتورثوها من سنة 1948، نزح أبويا وأجدادي من محافظات الصعيد واشتغلوا في عملية جمع ونقل إعادة الكمامة لغاية ما قامت ثورة 52 وتعايشوا مع الحكومات وتكسرنا حتى وصل عددنا المليون. يعني حضرتك واخدها بالوراثة، وعايز ألفت نظر المجتمع كله إن الحمد لله يعني الزبال أو جمع الكمامة عنده مناعة في جسمه طبعا، أي ميكروب بيدخل بيقتله لأنه بيتعامل مع الكمامة من مولده حتى. لكن مش العكس بقى، ده انت عارف لا. الناس بتخاف تقول لك ده اكيد يبقى فيه امراض ولا فيش في امراض بقى لاولاد البهوات والبشوات لان ابنهم ما تعرضش للكمامه، لكن احنا من صغرنا واحنا يعني الميكروب اللي دخل جسم سد منيع لقتل اي ميكروب يدخل عندي مناعه. طبعا. ايه بقى تاني مواقف لسه فاكرها في بالك كده بتتعرض ليها برضو مضايقاك؟ يعني والله انا في مواقف حدثت لبعض الزبالين، يعني كان لما واحد ساكن يضيع منه حاجه ولا تتسرق حاجه يقول لك اصل الزبال اللي طلع العماره غلط. ايه كمان من الناس بيضايقك؟ والله بيضايقني بعض السكان لما يخبط عليه الصبح بدري الزبال عشان يشيل زبالته وهو يطلع يشتم عليه، وانت بتصحيني حيوان وانت لا. الزبال هنا بياخد كام؟ الزبال هنا على الله، الحكومه ما بتديناش حاجه خالص نهائي. يعني هو الدخل اللي بيدخله من شويه المواد الصلبه ده بيقولوا لك دول اغنى ناس دلوقتي في مصر. بيقولوا ان الزبال مليونير ملياردير، الزبال معتمد على الحسنه البسيطه اللي بيديها له الساكن اللي يكون كريم زي حضرتك وعلى شويه المواد الصلبه اللي بيطلعها. يعني وانت صغير كنت ممكن ترمي زباله في الشارع؟ لا 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 نهائي، ده انا المنديله صدقيني انا يعني خدتها منين دي؟ انا قدوه لا 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 انا بتكلم وانت صغير خدتها منين؟ وانا صغير حتى المنديل يعني ما كانش طالع المناديل الورق
يعني حتى لو انا بقطع ورقه من الكراسه ولا حاجه يعني سوري في اللفظ، حتى لما اجي اتف ما كنتش هتف على الارض ابدا، تبقى تف في المنديل اللي معايا. ده سلوك حضاري يعني، ده انا خدته اذا كان انا اللي بنظف الناس. عندك ولاد؟ انا عندي 10 ولاد. بسم الله ما شاء الله. متجوز هي مراتك واحد؟ مش مسحينا بس عشان ايه، انا اتجوزت وانا صغير عشان ماليش خالص ليهم. والعشره بقى تعليمهم ايه؟ يعني فيهم خد بكالوريوس، وفيهم خد سياحه وفنادق، وفيهم خد دبلوم. وطبعا عشان طابور البطاله في البلد يمتد من هنا لغايه مدينه الانتاج الاعلامي. فكلهم شغالين معايا في الشغل. في حد فيهم خاطب او هيخطب او كده؟ كلهم متجوزين بالاجماع. كلهم متجوزين بنات وصبيان. خمسه صبيان وخمسه بنات. ما دمع يعني، خدوا من حد من نفس الفئه ولا طلعوا بره؟ من بره. لو جينا الموضوع يعني الفتاه المصريه برضو حتى لو كان من جواها ليها مزاج تتجوز ابن الزبال، بس صديقاتها والكبرياء يعني مش هتقبل. طب بصراحه كده تعرضت لموقف زي ده انت؟ لا انا لا، لان انا ما بصيتش بره. انا جبت اولادي، اخواتي البنات خدتهم لاولادي وهكذا، واخواتي خدوا بناتي لاولادهم وعملنا عمليه يعني. علشان كده بتبقى المهنة دي متوارثة، لأنهم كلهم بيتجوزوا من بعض. جالك مرة حد غير ولادك؟ جالك مرة حد كده عايز يبقى في المهنة دي؟ خريج تجارة، خريج حقوق، شاب في الجامعة؟ كتير كتير. احنا عندنا ناس كتير هنا بس مش من القاهرة، من الأرياف. هي النقطة الوحيدة اللي بتمنع الخريجين الجامعات والمعاهد عن الشغل في الزبالة البنات الفاف الحلوين بتوع الأيام دول. ليه؟ بقول لك أنا لما يكون هو بيحب البنت دي بتاعته، بيحبها وهي بتحبه، ويقول لها اسكتي أنا مش لقيت شغل، هتقول له والله يا طب تعالي بالمناسبة نشرب حاجة، روح اقعد في كوفي شوب، هتقول له في شركة زبالة، هتقول له الدبلة بتاعتك اهي خدها. ده البنات يشتغل ايه؟ ده البنات هيعايروني يا عم، وهيقولوا لي جوزك اشتغل ايه. فهي دي بتحب علم النفس جدا وافهم في كل حاجه. تعرف ايه بقى اكتر حاجه كده انت عارفها في علم النفس ايه؟ لو بصيت في الانسان احس انه سعيد او كئيب، يعني باين على وشه. تعرفها ازاي دي؟ يعني الانسان اللي بيبقى متضايق من جوه بيبقى عنده كبت كده وقاعد ساكت وحيران وحزين، زي ما يكون واحد ضايع منه حاجه. انت حسيت الجماعه اللي معاك هنا اللي بيشتغل؟ بحس كل واحد كده، بحس كل واحد كده. ولما الواحد يكون سعيد يجي كده متفتح وصدره مفتوح وفرحان، ويقعد يحكي كلام كده حتى من عالم الخيال، تحس انه سعيد كده وهيمان. الفضفضه اللي حصلت دي كانت مهمه جدا له، انه يطلع اللي جواه ويلاقيني بسمعه.